عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء أهلا وسهلا بحضراتكم كل متابعين القناة المحترمين. بالله عليك لو أنت لسه أول مرة تشوفني أرجوك تنزل دلوقتي تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس. لو أنت مشترك في القناة يا ريت تفعل زر الجرس، ويا ريت لو كرم وتعمل لايك للفيديو ده مهم جدا. وفي البداية طبعا بنصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معانا قضية محمد الهادي وتغريد، وزي ما وعدت حضراتكم امس ان انا هكون كل يوم هنزل فيديو عن حاجة معينة اشرح فيها رأي القانون والرأي الخاص بهذه القضية والمتابعة ليها. كل يوم هنزل فيديو، اي حد عاوز ينتقد ينتقد بأدب، مفيش اي مشكلة خالص. هنتكلم في امور هتتم فعليا سواء بيا او بغيري، سواء انا اتكلمت او ما اتكلمتش، محدش ليه سلطان على حد في حاجة، ولا حد هيقدر يملي المحكمة في شيء. تداولت نغمات كتيرة جدا على اليوتيوب ان تغريد تروح تعمل تحليل، مفيش مشكلة، هي عايزة تبرأ نفسها قدام العالم كله تروح تبرأ نفسها، مفيش أي مشكلة، ده حقها. تداول كلام كتير جدا، انتوا بتتكلموا في كل حاجة ومحمد الهادي أخد كل حقه وسايب الأطفال. الأطفال دول ذنبهم مش في رقبة محمد الهادي، الأطفال هم من تجنى عليهم هي الأم. واقسم بالله انا شخصيا الاطفال دول مش عايز اقول لكم انا حزين ازاي عليهم، بس المتحمل الرئيسي في الموضوع ده هي الام. محدش يلوم على محمد الهادي، لان محمد الهادي الراجل طلع صراحة وقال لك انا لو في بنت منهم بنتي انا هشيل الليلة، لكن ما تشيلنيش الليلة مش بتاعتي، مش منطقي. ايه اللي هيحصل بقى في اليوم 27/4؟ ده اللي هتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة. والناس اللي سألتني ايه اللي بعد ما يتم اسقاط النسب عن محمد الهادي، طبعا كنت قبل كده جبت نهاد ابو القمصان، كنت جبت تصريحها قبل كده وده اللي هقراه لحضراتكم النهارده. قالت ان اسقاط النسب في القضيه دي بعد ما يتم اسقاط النسب يتم انتسابهم دي الام باسمها، ويتم حذف اسم محمد الهادي او يتم كتابه اسمهم باسم الجد. طيب ناس كتير بقى هتقول لك طب ازاي ما هي تعترف على ابوهم الحقيقي؟ كلام صح، لكن ما تنسوش كويس جدا تصريح عبد المنعم لما قال ان انا في قبليه وفي بعديه. هل اعتراف تغريد في القضيه دي هيفيدها ولا مش هيفيدها؟ يعني تغريد لما تعترف في القضيه دي هل ده هيكون في صالحها؟ اعتقد ان اي حد مش هياكد الجريمه على نفسه، بس انا بقول لك يا تغريد بمنتهى الادب والشياكه والاحترام، انا لو يعني اي حد مكانك هيطلع ويعترف بالموضوع ده ويقول والله فلان ده هو ابوهم، هتلاقي ناس كتير جدا تقف معاكي عشان تثبتي النسب ده لابوهم. لكن انت بتنكري الكلام ده، وانا متاكد وانت بتسمعيني دلوقتي ما عندكيش الاستعداد ان انت تطلعي تقولي لا ده ابناء محمد الهادي مش ابنائه، ودول ابناء فلان الفلاني او فلان او علان. خلاص البكا على اللبن المسكوب ما بقاش ينفع، انت خلاص اتورطتي واصبحتي عليكو حكم واصبحتي مدانة بحكم القانون المصري، فاصبحتي النهاردة موجودة، يعني انت لو اتقبض عليك في اي لحظة هتنفذي الحكم. اسقاط النسب هيتم لمحمد الهادي. طب نفترض التغريد ما حضرتش، تغريد عدم حضور تغريد بيأكد التهمة، وبيأكد عدم حضورها بيأكد ان محمد الهادي له الحق. هيتم موضوع الحلفان في القضية، هيتم، وبعد ما يتم الحلفان في القضية ما حضرتش، عدم حضور تغريد بيأكد التهمة عليه، مش هتحضر، فبالتالي القاضي هياخد خطوة كأن تغريد قبلت بالأمر الواقع وإن هي ما جاتش، فهي كده بتأكد الجريمة عليه، فيتم إسقاط النسب عن محمد الهادي. وإسقاط النسب ده بيبقى إن هي خلاص هما الاتنين ما بقوش ينفعوا يرجعوا لبعض تاني، حتى لو اتفقوا ما بقاش ينفع قانونا ان الاتنين دول يتجوزوا بعض تاني خالص، ويبقى كده خلاص قصة اسقاط قسم اللعان خلصت، اسف، ويجي بعد كده اسقاط النسب اللي هو جزء الخاص ان الاولاد دول ما يبقوش اولاد محمد الهادي. محمد الهادي عنده حاجات من عند ربنا خدمته، ومنها الحكم المحكمة اللي خدته سنتين، ومنها حكم على عشيق 3 سنوات، ومنها موضوع القسم اللي هيحصل بعد كده، يتخذ الكلام ده كله والورق ده كله ويطلع يعمل موضوع ان هو يسقط النسب عن اولاده
وده ان شاء الله طبقا لكلام القانون وكلام الاستاذ نادر امس ده هيتم تطبيقه في القضيه دي، هيحصل في القضيه دي. طيب النغمه بقى ان الاطفال، وزي ما قلت وبعيدها تاني، الاطفال هو الذنب الوحيد ان دي امهم، والدتهم هي المسؤوله عن هذا التصرف. في ناس بقى ونغمه طالعه برضو مصممه على موضوع التشكيك، خلاص الموضوع انتهى والقضاء قال كلمته ولا تعليق على احكام القضاء. اي حد بقى طالع بيزيف وبيقول كلام غير الواقع او بيحاول يشوه صور حاجه معينه، الموضوع منتهي منتهي. الناس اللي بقى بتبقى قاعده ماسكه زماره وشغاله فيها الكلام ده، لا هياكل مع حد ولا حد هيسمع له ان احنا بنتكلم، مش والله عشان محمد الهادي، قسما بالله الكلام اللي احنا بنقوله كلام اللي يرضي ضمايرنا احنا ونبقى مرتاحين من جوانا. فانا النهارده هجيب لحضراتكم دلوقتي القرار الخاص ب نهاد ابو القمصان وقالت ايه عن اسقاط النسب. قضيه انكار النسب اب وابنائه، ما مصير الاطفال الثلاثه؟ لا تزال قضيه انكار اب نسب اطفاله الثلاثه قيد التحقيقات عقب اتهامه لزوجته تغريد بخيانتها لمده قاربت 10 سنوات وسط سؤالات عن مصير الأبناء حال إدانة الزوجة وعشيقها. توضح نهاد أبو القمصان المحامية بالنقد ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة خلال حديثها أنه إذا ثبت خيانة الزوجة وأن الأبناء ليسوا من زوجها سيتم إصدار شهادات ميلاد جديدة باسم الأم فقط، مضيفة أنه سيتولى رعايتهم الجدة أو الجد أو أحد الأخوال أو الخالات. وتضيف رئيس المركز المصري لحقوق المرأة لو مفيش حد يتولى مسؤوليتهم خلال فترة حبس الأم هيتم إيداعهم في دور رعاية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي. مفاجآت جديدة في قضية إنكار النسب، أشار إلى أن مفاجآت عديدة كشفها المستشار حمدي بهاء الدين اللي كان موجود في القضية قبل كده. محامي محمد الهادي قدمها كأدلة إثبات إلى المحكمة في قضية الزنا بعد اكتشاف الزوجة خيانة زوجته تغريد لمدة قاربت 10 سنوات واتهامه بإقامة علاقة غير شرعية مع عبد المنعم، فضلا عن إنكاره نسب أبنائه الثلاثة. وأوضح خلال حديثه للوطن أنه عرض محضرا يعود إلى عام 2014 يتضمن شك زوجة المتهمة عبد المنعم بإقامة علاقة مع زوجة الهادي، مبررة شعورها بقولها أنا بغير عليه جدا وشك أن فيه بينهم حاجة. عقب عرض كل المستندات الزوجه تنفي الاتهامات المنسوبه اليه. يبقى كده المستشاره نهاد ابو القمصان بتاكد في حاله الحالتين اللي حصلوا مع تغريد، اذا حصلوا هيتم انكار النسب لمحمد الهادي. ان شاء الله باذن الله ربنا يكمل القضيه دي على خير، ويا رب لو في ظلم لاي حد يا رب شيله عن اي حد مظلوم، ويا رب لو في حد مظلوم ربنا ينصره كمان وكمان ايا كان مين الاطراف. والكلام اللي احنا بنقوله ده ايا كان من الاطراف عشان احنا واثقين في ربنا وفي عداله ربنا، وايا كان من الاطراف الناس المؤيده للتغريد ما بتقولش الكلمه دي، فاحنا بنقولها عشان واثقين في ربنا سبحانه وتعالى. اشكركم جدا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ولو انت سمعتني لحد نهايه الحلقه اتمنى تشرفني باشتراك للقناه وتفعل زر الجرس، وشكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.